قال صلى الله عليه وآله وسلم كما في الصحيحين: من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة فراح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرا، ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قدم بيضة. فإذا حضر الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر. وفي رواية في الصحيحين: طوت الملائكة الصحف وأتت لحضور الذكر. وعند النسائي: تقعد الملائكة على أبواب المساجد يوم الجمعة يكتبون الناس على قدر منازلهم.